حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل العلي بعد التحية. في حال لم تنفذ أوروبا طبعا الاتفاق النووي خلال شهرين، ما هي الخيارات المطروحة أمام النظام الإيراني؟ بسم الله، الحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه التخبطات التي الحق كما ظهر الناس تخبط العمل السياسي الإيراني في المنطقة، وكذلك التصريحات التي تنم عن تخبط واضح وضياع البوصلة في تحديد مسار واضح لمصلحة إيران. نعم. وهي الحق ترى أن في هذا التوجه الذي أصبحت الحقيقة هي خارج السرب الدولي كاملا، لأنها ما قامت به من عمليات إرهابية ومن دعم للإرهاب ومن تغاضي الحقيقة القوى الدولية عن عملها الإرهابي وكذلك دعمها للإرهاب في مناطق، وإلى الآن نحن نرى كيف دعومها للمناطق التي مشتعلة هي بسبب إيران. فنرى أن مسألة الموقف الجاد للقيادة الأمريكية في مسألة الخروج من الاتفاق النووي الحق بين إيران وبين الدول العظمى، لأنها الحق إيران لم تستوعب الدرس وهي مستمرة في عملها، لأنها ترى أن سوادها المستمر هو ديدنها وهو اسلوبها وكذلك سياستها التي انطوت على تاخير لمجريات الحدث وكذلك تاخير لوجودها كدوله مدنيه تؤمن بالحياه السليمه مع الامم الاخرى. هي الحقه لا تستطيع ان تعيش الا بهذه الدماء، ولا تستطيع ان تعيش من غير منظمتها الارهابيه التي هي تقودها. ولايه الفقيه هي العبره في الاداره الموجوده في ايران التي تريد تدير الشعوب الايرانيه بالقمع والقهر وابعادها عن المسير الطبيعي في حياه سليمه مع الامم الاخرى. وما اتفاق النووي الحقيقه هي اوروبا لا تستطيع ان تعمل شيئا خارج كذلك التصور الذي اتخذته امريكا بشكل واضح، وكذلك جعل العقوبات على ايران الحق هذا كحل نهائي في مسألة التعامل مع الملف الإيراني النووي، ولذلك نرى أنها تغرق وهي مستمرة في هذا الجانب وكذلك من دار في فلكها. إذن ما هو يعني قراءتك للوضع؟ هل ترى بأن فعلا الجولة الثانية للعقوبات الأمريكية ستكون بمثابة المسمار الأخير في نعش الاقتصاد الإيراني؟ وهو كذلك هذا ما يلوح في الأفق، لأننا نرى أنها تحاول أن تصدر كثير من آلامها إلى جنوب العراق وإلى سوريا، وهي الآن مستمرة في هذا النهج. نعم. هي الحق أعطيت فرصة عقد من الزمان، ورأينا كيف كانت إدارتها للموضوع برمته، حيث أنها جعلت السواد والسوء والألم للمنطقة بسبب هذه الإدارات وما سياستها بالحق بمنأى عن هذا التصور الذي نراه أمام العالم. فكيف إذا كان لها فرصة لامتلاك برنامج نووي؟ نعم. من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل العلي، شكرا جزيلا لك.